في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أنه سيتم خلال الفترة ما بين 21 و 27 يونيو الجاري برمجة 30 رحلة لإرجاع 4644 مغربيا عالقا ب 17 دولة. وقال السيد بوريطة في نفس السياق: سنقوم من 21 إلى 27 يونيو الجاري ب30 رحلة لإرجاع المغاربة العالقين بالخارج، وستشمل هذه العملية المغاربة العالقين ب17 دولة، هي تركيا وصربيا وهنغاريا والنمسا وموريتانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والبرتغال وسويسرا وبولونيا وهولندا والسنغال وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة. هذا الأسبوع من 21 حتى 27 غادي نرجعوا المواطنين من 17 دولة، هي تركيا، صربيا، هنغاريا، النمسا، موريتانيا، تونس، الإمارات، فرنسا، البرتغال، سويسرا، بولونيا، هولندا، السنغال، بلجيكا، إيطاليا والمملكة المتحدة. هادو غيكونوا في هذا الأسبوع من 21 حتى 27، وبذلك سنرفع عدد المستفيدين ما بين 21 و 27 يوليو الى 4644 بالمقارنه مع 3151 اللي درنا لحد الساعه من 15 ماي، اي بزياده تفوق 73%. وبنفس المناسبة أكد السيد بوريطة أن عملية مرحبا بالشكل المتعارف عليها لم يتم إطلاقها نظرا لإكراهات موضوعية، مبرزا في هذا الصدد أن عملية مرحبا تعني التحضير منذ شهر أبريل والتنسيق مع مختلف الجهات، وبالتالي العملية ليست عملية عبور فقط بل تعني أنشطة ثقافية وترفيهية فضلا عن تدخل العديد من المؤسسات. عملية مرحبا هذا واحد الكونسيبت اللي كيعني تحضير من شهر ابريل، اللي كيعني تنسيق مع العدد من الدول، اللي كيعني ماشي غير العبور، كيعني كذلك اون انيماسيون، كتكون انشطه ثقافيه، انشطه ترفيهيه، واللي كيعني كذلك ان تدخل العديد من المؤسسات. يمكن بديهي وطبيعي اليوم ان عمليه مرحبا كما كنعرفوها كما هي عرف في كل صيف ما كايناش لان ما حضرناش في ابريل، لان الدول الاوروبيه مازال في ذاك الوقت ما زادتش الحدود، ما بقى سد الحدود. وبالنسبة لعودة أفراد الجالية المغربية بالخارج، شدد السيد بوريطة على أن هذا أمر طبيعي مرتبط بأربعة أمور تتعلق بفتح الحدود البرية والجوية الدولية للمملكة والإجراءات التي ستتخذها دول العبور والوضعية الوبائية الوطنية والدولية والبروتوكول الصحي الذي سيعتمد لكل وافد إلى أرض المملكة. القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة.